في فيديوهات متداولة بين السعوديين وحتى العرب وشاغلة الناس وعليها ملايين المشاهدات، والسبب أنها ببساطة بتتكلم عن توصيل أكل للفضاء. وبعد أيام اتضحت الحقيقة، ومين وراء هذه الأفكار؟ يا الله الكل شاف هالفيديوهات صح؟ إيه نعم، هذا كله من وحي الخيال. وليش لا؟ هانجر ستيشن أكيد يسووها، البلد اللي إحنا عايشين فيها ما في شيء مستحيل. لأن أحلامنا كبرت وطموحاتنا صارت عالية مثل طموح مملكتنا. وطن خلانا نحلم. احنا سعوديين وصلنا الفضاء، يوم من الأيام بنصير نوصلنا بعد. احنا محظوظين ان عايشين بهذا الوقت، ويوم بعد يوم أحلامنا بتصير حقيقة. احنا وطن مو بس نحن، احنا نحقق. شكرا لمملكة خلتنا نعيش المستقبل قبل الكل.